بالإضافة إلى الآن هجوم وأنصاري ويعلن إن كان سينجح بفعلها. كريستيانو أولا تقدم ويضع الكرة لعب النار ويشعل النار في المدرجات فرحا وابتهاجا. رونالدو رابع أهدافه وأول ليلا في مكة. نصر الدون هو هنا من أجل اتركها. أي لمسات، أي عرض مشوق ومثير يتركه للأجل ظهور الفخم للفخم كريستيانو والتسديد بالحصول على الكرة، لأنه يعلم أن بالإمكان الكرة بتوصل على. يطلب الكرة كريستيانو، الضغط موجود من أوسكار دوارتي، تمريرة رائعة، فرصة للرابع ماشا. الكرة العالية وصلت إلى سامي، يمر أول وثاني وثالث يرغب.